بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم
أخبر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء لا
مهدين. مخلصين. نعم. وما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يا شيخ خليل ضيف على المفردات الآتية. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اعطوا من الفدية. فيما اعطت من الفدية. الفدية فيما افتدت به فيما افتدت به يعني أعطت من المال جيد يمشي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يعني بأمر من الله كما قيل أو كما قال بعض المفسرين أو بكلمة من الله كما قال يكون فيكون على قدره خطأ مصدقا لكلمة الله يعني شريعة الله وأمره بكلمة من الله هو بعيسى
لعيسى بن مريم هذا الذي قاله المفسرون، انما قيل قول اخر ضعيف في كن فيكون. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. لبرز اي خرج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات مطيعات. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قوما متكبرين. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. صمما وثقلا فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. آسى أحزنوا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم يقوي زيد. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يمنعه. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. حمل بعير ما يحمل على البعير من المدارك. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون متغير اللون حتى كاد سواد الزيت. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما ثبت في صحيح البخاري. مقاما محمودا هو شفاعة الكبرى يوم القيامة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هضما أي نقصا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقلوبهم وجلة خائفة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا تعاونا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب الحياض الكبار. بارك الله فيك. الآن أنت في العراق يا محمد كبير. يقول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. المطلوب منك أن تعرب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق هنا الفاء لتعقيب لما قبلها. فأصدق فعل ماضي مبني على فأصدق فعل مضارع مبني على الفتح الله. فأصدق فعل مضارع وأكون متى مقبل إعرابه. نعم فعل مضارع ما إعرابه. فأصدق فعل مضارع منصوب بالفتحة. منصوب ما الذي نصبه؟ نصبه الفاء التي سبق. لا ليست فاء. فأصدق نصبه عن مد المرأة بعد فاء السببية. زي فأصدق وأكون الرب وأكون الفاء. الفاء في أصدق عين الفاء. أصدق فاء
فاعل ضمير مستتر تقديره انا انا جيد جيد واو واقول واو الاقف واو الاقف جيد قل فعل مضارع جيد معطوف على ماذا معطوف على على فاصدق جيد واعرابه اعرابه هو مبني على السكون لا ليس مبنيا إعرابه هو مجزوم مجزوم إلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون الكسوة ما عدا ذلك هو معرف أو منصوب أو مجزوم فهنا مجزوم على مجزوم السكون طيب ما الذي جزمه إذا كان معطوفا على فأصدق منصوب كيف يأتي هو مجزوم وهو معطوف على وأكون ما فهمت السؤال جيد أنت قلت وأكون معطوف على ما أصدق نعم لكن فأكون مجزوم كما شرع فأكون وما أصدق منصوب كيف تعرف المجزوم على المنصوب؟ أعرف المجزوم على المنصوب لأنه هذا هو الشرط أو من فعل المستقبل كل ما يقول للمعطوف عليه لابد ان يقول للمعطوف قبله لابد ان يقول للمعطوف عليه الا كان كان وقوته لا لا ليس هو زي البركه ثلاثه هوازن واقول هنا معطوف على ما اصدق لكن في معطوف على محله لان محل ما اصدق ملزوم هو جواب الشرط بارك الله فيك إبراهيم أولاً